خلينا بقى نروح لموضوع تاني، ويمكن كريم انت كنت الخبر ده برضو ايه هيهمك. كريستيانو رونالدو كنا لسه بنتكلم الاسبوع اللي قبل اللي فات عن بقى يعني فكره هنا اعتزال اللعيبه الكبار زي ميسي ورونالدو وابراهيموفيتش. كنا بنقول هل الناس دي ممكن تعتزل قريب ولا لا، هل خلاص الوقت كده انتهى ولا بيفضلوا لغايه اخر لحظه زي ما حصل يمكن دلوقتي 42 ابراهيموفيتش ومستمر في اللعب، لان بيبقى صعب قوي لما تبقى انت النجم اللي في عصرك واسم كبير في عالم كره القدم وبعدين تعتزل، عارف بتبقى زي برضو صدمه، بتبقى شيء اعتقد مش سهل ابدا. لكن رونالدو اعلن موعد اعتزاله، اعتزال كره القدم بعد بقى سنوات طويله بيوصل 62 لا لا اقل من التالق بملاعب طبعا كره القدم الساحره المستديره مع منتخب بلاده وفرق مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس الايطالي وغيره. رونالدو هنا قال في تصريح لشبكه برازيليه اسمها ESPN، هو قال قادر على اللعبه على اعلى المستويات حتى وصولي لعام ال40، وقال كمان ممكن لغايه ال42، لكن الامر الاهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن. وقال كمان اهتم جيدا بجسدي وذهني واعرف جسدي واملك الخبره، اشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب. وختم وقال تعلمت في السنوات الاخيره انه بعد 33 عاما بيواصل الجسد العمل اذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركه الاصعب على المستوى الذهني. طبعا بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين رونالدو خلاص هيتم 37 سنه في الشهر الجاي في فبراير، فاهو من 40 ل 42. المهم ان هو يستمتع، ودي نقطه هو برضه. هو للامانه هو لاعب استثنائي، وتعامله مع نفسه ومع امكانياته ومع حفاظه على صحته كمان بشكل استثنائي، وبيعمل كل حاجه تخليه فعلا ملتزم جدا 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 جدا. ومن اللعيبه اللي بتوصل قبل التمرين بساعه وساعتين، ده معروف عنه الالتزام الشديد. انا سامع او شفت تقرير كان تقريبا من فتره انه من ضمن الحاجات اللي بيحافظ من خلالها على صحته انه جايب في البيت عنده حاجه بيسموها غرفه الاكسجين، حاجه زي اقرب للتابوت كده الزجاجي، وبيدخل بينام فيه لفتره معينه او بيقعد جواه لفتره معينه. والاكسجين ده ليه خواص كده من شانها ان هي تاثر على الخلايا بالايجاب وتطول العمر الافتراضي للشخص، حاجه كده. لا نجيبها بقى، شفتي ازاي؟ نجيبها.